مبادرات كثيرة صارت بحلب، لازم بذكرى النصر نضوي عليها. شباب وصبايا كثير عم يعملوا مجهود ليشتغلوا، وخاصة من الشق الإنساني. صحيح، يعني بشق الإنساني، وأيضا بفترة كورونا كان في شباب وصبايا ومبادرات قدرت أنه هي يعني تثبت نفسها بهذا الوقت. ونحن معنا اليوم مبادرة شهيق وزفير، ومعنا السيد منتصر كيال المسؤول عن المبادرة. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك منتصر. بس حابب كلمة صغيرة للبداية، شكرا لكم. لولا شهداء الجيش العربي السوري ما كنا واقفين احنا موجودين هون، فبقول لهم شكرا لكم وترحم على الشهداء. اكيد اكيد، كل التحيه لارواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. اليوم نحن اكيد كلنا مرقنا بظروف كثير صعبه، ولكن حبنا للحياه والصمود وتضحيات ابطالنا تماماً. خلتنا اليوم عم نحتفل، خلتنا اليوم عم نبتسم برغم كل الظروف السيئه يلي صارت، والحرب البشعه يلي الارهابيه يلي صارت بكامل سوريا، ومن بعدها اجت فتره كورونا تماماً. يعني عملكم كان بهي الفترة كمان فترة كتير صعبة، فقدنا كتير أشخاص عزيزين على قلوبنا بسبب كورونا. شهيق وزفير، شهيق وزفير، شو عملتوا بكورونا؟ شهيق وزفير هي نفس سوري، نفس وطني. حبينا نحن نشتغل للناس بشكل نحن نقدم شيء للمحتاجين. كورونا بتعرفوا، انتم ما بتعرفوا، المرض كورونا اجى على فترة على البلد، وضع كان وضع سيء جدا، سواء حظر صحي سواء حظر اقتصادي وكثير أسباب. فنحن حبينا نكون نحن قيمة مضافة للعمل الإنساني، ونكون نحن قوة رديفة لوزارة الصحة، بحيث نقدم لهم نحن أسوان وسجين للمرضى الكورونا نحن. فحبينا بلشنا بفكرة كثير بسيطة، نحن بلشنا بأسلوب متواضع. كان عندنا فريقنا تقريبا 5 أشخاص، بعدين وكان أسوانات لا يقل عن شيء محدود 7 أسوانات. هلا بلشنا صرنا تقريبا شيء 45 أسوانة. فهذا الشيء دليل إني معناتها نحن حابين نكمل بالخير ونكمل بعمل الخير. تمام. خلينا شوي نعرف آلية التوزيع اللي بتتبعوها. كيف بتعرفوا عن الأشخاص يلي هن محتاجين للأسطوانات؟ كيف الناس بتتواصل معكم أو أنتوا بتتابعوا عن طريق المبادرات الطبية؟ شو هي من هن الأشخاص يلي بحاجة لأسطوانات أكسجين لحد توصلون إياها؟ هلا أكيد هو لا شك موضوع التواصل الاجتماعي كيلا له الصراحة يعني دور مهم بنشر هالقصص هالشغلات هاي. هلا احنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها شهيق وزفير، هاشتاج شهيق وزفير، حبينا نعمل شيء من خلالها. طبعا بعض الاحيان التواصل عن طريق الواتساب او عن طريق الماسنجر او طريق مثلا تليفون، عم بيعرفوا ان في شهيق وزفير. شهيق وزفير بفترة قصيرة عملت شيء حلو كثير، قدمت تقريبا لا يقل بحدود شيء 120 اسطوانة لل 140 اسطوانة تقريبا، وكان نسبة الشفاء بحدود ال90 حالات شفاء. وللأسف في عندنا ناس توفوا، يعني هذا شيء الله يرحمهم يا رب. الله يرحمهم يا رب. فنحن شيء طبيعي، وقت حدا بيجي لعنا بحتاج أسوان أكسجين بتواصل معنا عن طريق التليفون أو طريق واتساب. طبعا من بعد فريق الطبي، نحن فريق الطبي داخل يكون موجود عشان يشوف الحالة طبعا إذا كان صحته أو إلى آخره. حتى أنتم كمبادرة شهيق وزفير بتبعتوا الفريق الطبي من عندكم لحتى يفحص تماماً. المرضى؟ متأكد، نحن بيجي الفريق الطبي بشوف الحالة نحن وبتأكد من الحالة، بتأكد من الوضع، يعني من حاجته للأكسجين. طبعا نحن بنقدم الأسواني أول شيء مجانا وتوصيل مجانا، طبعا بنقدمه بعض الأحيان، وبعدين حسب حالة المريض وحسب طبعا تعرفي انت يعني مقدمة ضمن مبدأ المداورة يعني. بس بتروح على المريض 5 أيام 6 أيام عند المريض بشفى وترجع لعندنا مرة تانية نحن. طبعا في حالات بعض الأحيان بتضل مستمرة. هلا في عندك ناس مستمرين بالعلاج يعني. نعم، يعني بالإضافة للمبادرات الميدانية على أرض الواقع كمان عملتوا مثل حملات توعية بالاشتراك تماماً. مع كثير من المدارس والفعاليات تماماً. الأهلية والشباب كانوا متطوعين تماماً. يعني نحن كلنا ببداية كورونا كنا بحاجة لمعلومات وضخ معلومات كثيرة لحتى تماماً. نعرف كيف نحن نتعامل أو شو هي الأعراض تماماً. خلينا نحكي شو عملنا، كيف خبرنا الناس حملات التوعية. مبادرة شهيق وزفير نحن عملنا دورات لطلاب الطب سنة سادسة. هدول طبعا خلينا نسمي طلاب الطب سنة سادسة هن عبارة عن اني خلينا نسميهم نحن فريق المتطوع بالمستقبل. يعني نحن اكيد كل عمل بده يكون عنده اركان معينة، سواء بدك تكون فريق متطوع، في عندك اطباء، في دعم نفسي الى اخره.
فنحن بلشنا بموضوع ان طلاب الطب عملنا لهم دورات اسعافات اوليه بالتنسيق مع الهلال الاحمر وامانه السوريه. فكانوا الدورات تقريبا شيء لا يقل عن شيء 4 ايام، وعندنا دورتين هي عباره عن اسعافات اوليه وعن نشر الوعي، ونفس الشيء معلومات عن الكورونا والقصص والشغلات هي. فكان دوره كثير ناجحه والحمد لله، يعني قدرنا نعمل شيء حلو نحن. اضافه لهالشيء كمان نحن نسخنا مع عده فعاليات من ضمن موضوع التربيه، فرحنا على المدارس نحن ونشرنا الوعي بين الطلاب. يعني كان فريق التطوعي عندنا موجود لا يقل عن محدود شيء 7 اشخاص من الاشخاص، حتى يوم التطوع العالمي اللي كانوا موجودين فيه نحن. رحنا على شيء تقريبا 3 مدارس ونشرنا الوعي وزرعنا كمامات ومعقمات والى اخره مع برزنتيشن على القصص والشغلات. فكان دور كثير مهم، لاني بصراحه قال لي شغله، اذا نحن ما كنا موجودين على الارض، ما كنا موجودين كشباب فاعل على الارض، ما رح نعمل شيء نحن صراحه. تمام. يعني اليوم مريض الكورونا في كثير اشخاص بتخاف تكون على تماس معه، اليوم وقت انتم بتروحوا لتكونوا على تماس مع مريض الكورونا، كيف تتبعوا اجراءات الشباب يلي معكم بالمبادره؟ كيف بتحاولوا انكم انتم يعني ما تنصابوا بتحمي حالكم وما تنصابوا بالفيروس؟ هلا شيء طبيعي، يعني هلا اي واحد ينصاب، يعني احنا كفرونت اوف نحن خلينا نسميه كصف اول نحن بالتماس مباشر مع المرضى، فهذا شيء طبيعي رح نصاب. يعني انا احد الناس انصبت، بالعكس انا بقول قدام الناس انا انصبت صار معي كورونا وبالعكس شفيت من الموضوع. هلا ايش بيقولوا لك؟ نيالك خلص منه يحزدوني ويحزدوك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شيء طبيعي نحن نحمي حالنا، نحن في عندنا اساليب كثيره، هي اساليب الوقايه، بنحط ماسكات، بنحط بطاقات حمايه، بنلبس لباس خاص فينا نحن، فبنكون تماس مباشر مع المريض نحن بعض الاحيان. فهذا الشيء يعني موجود باي بس بيعمل له يمكن دعم انه ليا المريض وقت حدا بيجي لعنده بحس انه يا حدا اعتنى او حدا سال عندي حدا سال عني، هذا الشيء فينا نعتبره احيانا جانب دعم نفسي. جانب دعم نفسي. هلا شوفي احكي لك الشغله، هلا نحن بالاضافه لموضوع اني مريض، هو مريض كورونا هو اساسا خايف، هو الكورونا شو عباره، هو قريب بس قريب بشكل يعني فعل اكثر نوعا ما. فالمريض وقت سمع اني كورونا خلص معناتها اوريدي انا وضعي خالص يعني. فبتجي انت لعنده بتحكي معه كل رواق، في دعم نفسي، في عندنا طلاب دارسين هالقصه هي مزبوط مثل العاده، وبيجي عنده مريض بحكوا معه بكل رواق وفهموا اني هالوضع شلت يومين ثلاثه بيخلص منه. وحتى بعض الاحيان وقت تكون اسسته للمريض مثلا نازل على 60 احنا ما له 60 قال له 90 نحن، هذا ما بالدعم النفسي هذا. طيب خليني بس احكي نقطه، اي حدا بحاجه لمساعده في العلاج او اي حدا هو ما له حدا يعني في كثير اشخاص ان ما عندهم حدا يهتم فيهم، كيف فيهم يوصلوا لكم؟ شيء طبيعي يعني كيف يعني يتواصلوا معكم؟ قصدي يتواصلوا معنا عن بالطريق التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، هيك على الفيسبوك على الماسنجر على الواتساب. شهيق وزفير. لكن اي حدا بحاجه لمساعده طبيه بما يخص الكورونا، بما يخص تعقيم المنازل، خلال تمام. فتره الكورونا وبعد الشفاء من كورونا، تمام. ادويه، اسطوانات، اكسجين، كلكم اكيد فيكم تتواصلوا عبر الصفحه شهيق وزفير على الفيسبوك، ونحن بنلبي النداء فورا يعني. طبعًا فورا نحن هلا بعض الاحيان انا ولا نحن لا بنشوف مين حالته هي. انا بعض الاحيان بوصل الساعه 12 بالليل 12 ونص بالليل، يعني 12 ونص نحن فريقنا جاهز، نحن اوريدي يعني وقت بده اي حدا شيء بوصل الاسطوانه اللي عنده على البيت بعمل له اياها طبعا، وبشوف فريق الطبي بشوف الوضع المريض. يعني طبعا بعض الاحيان بحاجه دواء بحاجه شيء، يعني بعد الساعه 12 بالليل ما تكون في صيدلات موجوده، فالان نحن خلينا نسمي عنا مثل شيء اسعافات اوليه موجوده عندنا نحن، فبنحاول دوما نعطيها للمريض. فنحن موجودين متواجدين باي لحظه، نحن موجودين باي ساعه، لاني نحب نحن حلب، حبينا نحن نكمل بالقصه هي او شيء اي سفير قصه حياتها تنتهي. الشغله الثانيه بعدين اهم شيء هذا، نحن وقت المريض هو عم يخلص من اسطوانه بيخلص من منظمه، فهذا شيء طبيعي لازم نعقم نحن بصراحه، يعني المريض هو اوريدي مصاب هو، والجهاز اللي عم بستعمله مثلا سواء الساعه او منظم او الاشارات هي بحاجه تعقيم، نحن بنعقمها بصراحه نحن عشان نضل نحن يعني دوما اوريدي يعني حامين حالنا. نعم، يعني بذكرى نصر حلب، بذكرى الرابعه لانتصار حلب، نحن انتصرنا ميدانيا، عم ننتصر بالترميم وعم ننتصر بانسانيتنا. تمام. اليوم قديش مهم بعد الاوجاع يلي مرقت علينا انه نحن نحس بغيرنا، انه نحن يمكن نضل على نرجع على طيبتنا يلي كلنا بنمتلكها، ونحن معروفين اصلا الشعب السوري بالمحبه بالانسانيه وبالاحساس بالغير. تمام. بس يمكن الحرب بعدتنا
شوي ولكن هلا رجعنا وبشكل قوي. اقوى تماما. خلينا نحكي عن هالنقطه قديش هلا هلا انا صراحه انا لي الفخر انا بقول قدام قلعه حلب انا موجود قلعه حلب حاليا والقلعه قدامي وراي سوري بلشنا احنا بمبادره انسانيه كثير بسيطه ودعمونا بصراحه الناس وكانوا دعمهم كان كثير قوي بصراحه لانه اول بدايه الجائحه كانت الناس عم بدعمونا ولهلا بدعمونا هن فنحن لولا بنحب بعضنا نحن ما كنا استمرينا ما كنا موجودين ما كنا موجودين بهاللحظه هي مع بعضنا نحن. اليوم كيف عم تفكروا تطوروا مبادرتكم ايضا في جهات عم تشارككم بهذا الموضوع عم يدعموكم الناس وقت عم يشوفوا مبادرتكم قديش انسانيه مثل ما قالت ليا قديش عم تنقذوا اشخاص من الموت عم تقدروا انكم انتم تساعدوهم ما عم يكون في يمكن تكاتف جهود مختلفه وشركاء يساعدوكم بهذا الموضوع هلا شيء طبيعي هذا موجود يعني بالاخير شوفي احكي لك شغله نحن اذا ما وقفنا مع بعض ما حيوقف حدا معنا بصراحه تمام فنحن مستمرين نحن مع بعض وان شاء الله لقدام في عنا خطوات كثير ايجابيه هي واحد اثنين نحن مبادرتنا ما حتضل مبادره نحن نصير نحن جمعيه نحن مسعى لتاسيس جمعيه اسمها شهي وزفير معنا مجموعه ناس حابين يكونوا معنا حابين يكونوا بالصف الاول يدعمونا بكل شيء طبعا شهي وزفير ما بس موضوع كورونا لا شهي وزفير هي دعم خلينا نسميه اذا حدا مريض محتاج دعم من عمل جراحي محتاج مثلا مريض عنده عدد امراض عنده عدد قصص هالقصص نحن حابين نحن ندعم الناس بشكل ايجابي يعني وان شاء الله مستمرين يا رب وان شاء الله يا رب امورنا تمام يا رب ان شاء الله واكيد نحن كثير بدنا نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بتكونوا يمكن اكبر دعم لكل حدا محتاج إن شاء الله. قبل ما نختم مع حضرتك لكل حدا يتواصل فورا على صفحه شهيق زفير يعني وحضرتكم اكيد رح تلبوا يعني النداء بالختام بدنا نشكر كل الفريق يلي معكم كل المتطوعين كل الناس الأطباء يلي خضعوا لدوراتها وكانوا يد العون بمساعدة الغير كلمة أخيرة بتحب توجهها شكرا لكل حدا ساعدنا شكرا لكل حدا وقف معنا لأني محب حلب نحن وأنا طبعا إلي فخر أكون أنا حلبي وقدمنا شيء نحن لحلب أي حدا ساعدني إن شاء الله بفكرة بأي موضوع شكرا لكم وحلب بتحب هالقصص والشغلات فحابين نحن نستمر فيها وشهي زفير للكل نعم يعني نحن بدنا نشكر وجودك مع اليوم نتمنى لكم كل التوفيق يا رب وايضا تحيه لكل كادر المبادره شهيق وزفير لكل الشباب والصبايا الله يعطيكم الف عافيه شكرا لكم نتمنى لكم التوفيق شكرا.